السلام عليكم. هذا انجاز رائع الحمد لله، يعني كنشوف واحد الانجاز في يعني الدقائق الاخيره اللي يسهل واحد المرور من سلا للرباط ومن الرباط لسلا، وهذا واحد الرابط بين العدوتين غيكون يعني سهل وغيسهل على جميع الناس، جميع يعني الموظفين، جميع الطلبه، جميع العاملين، الناس اللي عندهم مثلا الاشغال في الرباط ولا الناس اللي عندهم اشغال في سلا. هذا انجاز رائع، كنشكروا كاع الناس اللي قائمين على هذا الانجاز، وكنشكروا الناس اللي فكروا في هذا المشروع اللي كان ضروري كان خصو يكون في هذه اللحظات وفي هذا الوقت وفي هذه المده، لان الانسان كان عنده مشكل ديال يعني الوصول الى العمل او الوصول الى الجامعه او الى المدارس. اذا كنشكروا الناس القائمين على هذا يعني الانجاز، وشكرا جزيلا لهم، ومنظر رائع من هنا، واللي كنشوفوا هذا البرج وكنشوفوا هذا الصومعه وكنشوفوا هذا الجماليه وهذه الخضوريه، هذا شيء رائع، يعني كيعجبنا نكونوا في بلادنا بحال هالطريقه هذه ونعيشوا مطمئنين سعداء في امان وسلم وسلام ان شاء الله. الصراحه مشروع رائع، حنا الساكنه ديال سالا كنا كنعانيو شي شويه لومبوطياج طريق، مي دابا الحمد لله مع هذا النفق هذا، والحمد لله ان الطاقم كله 100% مغربي، يعني انجاز رائع، وكنشكروا الجميع كل شيء من الكبير حتى الصغير. صباحكم مبروك. كيفكم المشروع الجديد؟ مشروع من اجمل ما يكون، وكنتمنى ان شاء الله يكون كل المغرب في هذا الازدهار في هذه المشاريع الجديده، ويعني شيء يعجب الجميع، الساكنه ديال الرباط ديال سلا والناس اللي كيدوزوا اللي هما زائرين من بلدان اخرى وداك الشيء كيدوزوا من هنايا، ما كيبقاش داك الخناق ديال لي بوشون اللي كانوا قبل وداك الشيء. فكنتمنى الله ان شاء الله يكون مشاريع اكثر من هذا الشيء في المغرب، وكنسمع على انه غادي يديروا واحد اخر جوج ديال لي تونيل هنايا في سلا، شي جوج سمعت ما عرفتش بالضبط فين، ولكن هذا الشيء يعني كيفرح بكل صراحه. مشروع ممتاز هائل، نفق جديد كما ترون، يمزج بين الحضارة التاريخ، كيطلع على حسان والبرج محمد السادس والمسرح وبرقراق، يلا هو من منظر جميل، وهادشي راه كيفرح. وكما كان ديما كنقولها وكنبغي نوجه الرسالة ديالي للسائقين، السائقين كما تبدلات الطريق يبدلوا العقلية ديالهم، الله يجازيهم بخير. راه عندنا وليداتنا كيقطعوا المدارس، الله يجازيهم بخير، يتكيسوا علينا شوية. وكنوجه الرسالة ديالي لهاد المسؤولين اللي عطاو الكلمة ديالهم، هذه هي الكلمة، هذه هي الخدمة، الخدمة وإلا فلا. عطاو شهرين وكملوه في 45 يوم، هذا انجاز كبير. وتحيه لكل المغاربه اينما كانوا خارج الوطن وداخل الوطن، وكنحييكم حتى نتوما وشكرا لكم. والفرحه وبغينا بحال هذه المشاريع في جميع المدن المغربيه، ويكونوا المسؤولين بحال هذو، الله يجازيهم بخير، وتحيه للجميع. السلام عليكم الوانكم، تنشكركم على هذه التغطيه ديال افتتاح النفق العظيم، نفق حسان الذي غادي يفك العزله على المواطنين ديال سلا وديال الرباط، ومستعملين سيارات من موظفين وعمال. كانت تكون هنا واحد الازدحام، واحد الامبوطياج كبير جدا. دابا المواطنين الحمد لله ان شاء الله من اللي غيتفتح هذا النفق اليوم ان شاء الله الحد، غادي يفك عزله كبيره وغادي يخفف على المواطنين ماديا ومعنويا، لان تلقى الزحمه تقريبا واحد 500 متر ديال الطاكسيات والطوبيسات وجميع وسائل النقل. ودابا هذا المشروع تنشكروا كل من ساهم فيه من قريب او من بعيد، من العمال، من المهندسين، من جميع المغاربه، من صحفيين، من كل المواطنين اللي ساهموا من بعيد او قريب، تنشكرهم بزاف، لان هذه تحفه، هذه تحفه كبيره، هذه التحفه هذه ان شاء الله، ومازال كاين المزيد، لان المغرب راه دوله حضاريه عندها تقريبا 14 سنه الحضاره، من مرابطين، موحدين، مارينيين، ما نسيت ما قلتش الادارسه، السعديين، واخيرا الدوله الشريفه العلويه التي اعترفت في 1976 بدوله امريكا
انذاك كانت المغرب دوله كبيره وامبراطوريه ضخمه، وكانت الامريكا انذاك تطلب باش المغرب السفن ديالها يحملوا الرايه المغربيه الخضراء الحمراء في النجم ديالها نجمه خضراء. كانت دوله امريكا انذاك في 1976 كانت تطلب الحمايه باش السفن ديالها يدوزوا في الشواطئ المغربيه وتحميهم الدوله المغربيه. والحمد لله دابا في عصر محمد السادس نصره الله واطال عمره استطاع في ظرف 20 سنه تقريبا او لا اقل باش يوصل المغرب لهذا ما وصل اليه من حضاره، من انفراستركتور بنيه تحتيه، من سدود، من قناطر، من اطروت، من موانئ طنجه، ناظور داخله داخله ان شاء الله غادي تنطلق قريبة هي، وغادي تكون واحد انطلاقه باش تقطع على هذوك الحساد الطريق، لان هذا الميناء ديال الداخله ان شاء الله غادي يكون في ظرف اقل من 7 سنوات وغادي يقطع الطريق على الحساد، وان شاء الله بلاد التقدم الزهر المغرب نتمنى يزيد في الزهر. وشكرا لكم سيداتي.